إلى أحداث مدينة الزاوية ينضم إلينا الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني مفتي ديار الليبيكا. بداية الشيخ الصادق الغرياني، مرحبا بك معنا في هذه الساعة. والمواجهات في الزاوية مستمرة من عدة أيام وهناك خوف وفزع من الأهالي العالقين هناك، فما هو الموقف الشرعي الذي يجب أن يلتزم به كل الأهالي هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي قناتكم الموقرة وأحيي المشاهدين الكرام. أحب أن أوجه خطابا لأهلنا وأحبابنا في الزاوية. أقول لهم يعني لا يخفى عليكم ما يحاك بمدينة الزاوية، هذه المدينة العريقة، مدينة الجهاد، مدينة العلم والثقافة، مدينة من مدن الثورة، يعني مدينة كبيرة في حجمها وسكانها، فينبغي ألا تغفلوا عما يحاك بكم. والآن يعني توجهت همة المجرمين في معسكر حفتر، يعني الآن واضح أن حفتر صار يتوجه بمكره إلى المدن الغربية، ومدينة الزاوية هي في خاصر طرابلس ومدينة كبيرة، فأرادوا أن يشعلوا فيها فتيل الفتنة بين أهلها وبين قبائلها. وأقول لكل سكان الزاوية، عليكم أن تستفيدوا مما ترونه الآن يفعل في بنغازي. احذروا مشروع عسكرة الثورة ودخول مشروع العسكر عسكر حفتر لمدينة الزاوية، فإنكم ترون ما يصنعه حفتر الآن بأهلكم في بنغازي وأهلكم في قنفودة وأهلكم في درنة. لقد رأيتم من يومين يعني 10 جثث مكبلة بعد التعذيب والقتل رميت في المزابل وفي القمامة. هذا عمل بلغ من الوحشية مبلغا لا يمكن يرضى به، حتى اليهود لم يعملوه. حفتر وعسكره وجنده مستعدون ليفعلوا هذا ويفعل أكثر من هذا. وأقول لمن يتعاطف معه في مدينة الزاوية، أقول لهم إنه لن يرحم أحد، لأن مدينتكم هي من مدن الثورة، أبيتم أم كرهتم. حتى من كان الآن ربما يقول أنا في المشروع الأممي وأنا أفعل ما يرضي حفتر ولا ما يرضي عسكره ولا ما يرضي المجتمع الدولي، أقول لكم اعتبروا بما يجري في العراق. العراق حكومته حكومة غربية مشكلة مرضية عليها من أمريكا ومن دول الغرب. هل رأيتم القصف والقتل توقف عليها يوما واحد؟ لقد دفعت أكثر من 1,000,000 شهيد، قتلوا أكثر من 1,000,000 قتيل غير الألاف المؤلفة من المهجرين، ولن يعدموا وسيلة لاستمرار قتلها واستمرار تدميرها. كل قوى الشر ستتجمع عليها، القوى الإيرانية والقوى الغربية والقوى الظلام كلها لن تتوقف. كذلك هذا هو الذي يريدونه من مشروع حفتر، سوف يستمر القتل باسم مكافحة الإرهاب. حتى لو أفنيت الزاوية على بكرة أبيها سيستمرون في قصفها. لا تقول أنا في مأمن ولا أنا مع هذه الفئة ولا مع تلك الفئة ولا أنا أفعل ما يرضي فلان ولا علان، فإن الغرض هو تدمير مدينتكم. عليكم أن تنتبهوا لهذه الحقيقة. انظر ما يفعله مشروع العسكر بقنفودة، وما يفعله في درنة من حصار، وما يفعله في إخوانكم في بنغازي. فعليكم أن تستفيدوا وتستفيقوا ولا تخدعوا بالمظاهر ولا بالشعارات. الزاوية مدينة كبيرة مهمة مجاهدة، انظروا منذ
سنوات لا أقول شهور هي معزولة ومسلولة عن الحركة تماما، يعملوا لها في مشاكل، كل ما تخرج من مشكلة يعني يعملوا لها مشكلة أخرى، الطريق الساحلي، الاختطاف، المصالحات الفارغة التي لم تؤتي بنتيجة. فهذا أقول لكم لابد أن تنتبهوا إلى هذا الأمر انتباه شديد. نعم فضيلة الشيخ، الزاوية هي إحدى مدن الثورة والكل يعترف بذلك، وإذا لديها متربصين وأحقاد، فرسالة توجهها إلى أهالي مدينة الزاوية وبالتحديد إلى الأطراف المتنازعة هناك. أقول لأهل في مدينة الزاوية الغربية لابد أن تسلكوا المسلك الشرعي الصحيح لتخرجوا من أزمتكم. أخطر ما يهدد مدينتكم بل ما يهدد مدن ليبيا بأسرها هو العصبية، هو العنصرية، هو عصبية الجاهلية. احذروا أن يخرج أحد منكم يقاتل من أجل نصرة قبيلة. قبائل الزاوية الآن هي بينها المواجهات في داخل الزاوية، بحسب علمي يمكن 4 ولا 5 قبائل، أولاد صقر ورب حميرة وما يجربوع وإجمام ما أعرف كذا. أقول لهم احذروا أن يخرج واحد منكم يقاتل باسم قبيلته، هذا هو قتال العصبية البغيض الذي إذا خرج أحد يقاتل من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يموت ميت جاهلية. من قاتل يقاتل لعصبية، يقاتل لحمية، يغضب لعصبية، فميتة جاهلية. قاتل في الحق، قاتل نصرة الحق، نصرة الدين، لا تقاتل نصرة قبيلتك. لو أن هناك مجرم من قبيلتك يجب أنت أول من تقبض عليه وأول من تقدمه للعدالة. لابد أن تتعاون هذه القبائل المتنازعة الآن على أن تكون هي أول من يقتص من الظالم. دعوة الجاهلية خطيرة عليكم، خطيرة على كل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منها، قال في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مسعود ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من دعوى الجاهلية، وقال من دعا إلى جاهلية غثاء من غثاء النار. وعندما تنادى الناس بحضرته في بعض الغزوات قال بعضهم يا للمهاجرين، وقال آخر يا للأنصار. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا تحذيرا شديدا، وعلينا أن نستنى بسنته ونتبع تعاليمه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فإذا كان هناك مجرم من قبيلة فلان وقبيلة علان فأهله، لا أقول قبيلته بل أقول أهل بيته، أبوه وأمه وإخوته، يجب أن يتبرؤوا منه، أن يعلنوا تبرؤهم منه وأن يقبضوا عليه ويقدموه للعدالة. لابد أن تفعلوا هذا من أراد أن ينجو بدينه وأن ينجو بنفسه، لابد أن يتخلص من العنصرية والحمية ودعوة الجاهلية. وأنا أقول ربما محاولة من أهل هذه القبائل أنهم يعني ربما كل قبيلة تختار 3 أو 4 نقباء منها من كبار السن من العقلاء، لا يأخذون الصغار والشباب والأحداث. لا بد أن يكون من يريد أن يدخل في هذا المجال يكون عاقلا، تجاوز سن 40، يأخذ ناس عقلاء من كل قبيلة من هذه القبائل 4 أو 5 ويجلسوا ويستعينوا بأهل العلم الشرعي، لأن المصالحة لابد أن تكون مصالحة شرعية. إذا كانت مصالحة جاهلية لا تغني ولا تفيد أبدا، حتى لو هدأت الأمر يوم أو يومين أو 3 فإنها ستنقلب وبالا. عليهم أن يستعينوا بأهل العلم الشريعة، عندهم جامعة هناك، جامعة فيها كلية شريعة، فيها قسم شريعة، أن يأخذوا منهم هؤلاء النقباء من هذه القبائل، يأخذوا مجموعة من هؤلاء الشيوخ والعلماء في جامعة الزاوية ويجلسون معهم ويضعوا المبادئ الشرعية وليتفقوا عليه، تكون هذه لجنة التحكيم. لابد جميع القبائل أن تلتزم به،
ومن لم يلتزم به فعليهم جميعا أن يخرجوا عليه، بعد ذلك يجوز لهم أن يقاتلوه، لأن النبي صلى الله لأن القرآن يقول تبارك وتعالى ربنا عزيز فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا الذي يجب أن يفعلوه، لابد أن يكون هناك تحرك سريع مع العقلاء من هذه القبائل ويتعاونوا مع العلماء ليضعوا يعني خطوط عريضة يتم خلالها الصلح، بحيث يكون الصلح صلح شرعي وليس صلح هكذا بمعنى نسكت الأشياء ونقول للمظلوم خلاص اسكت وللظالم يبقى، هذا يعد نصر للظالم. عندما تسوي بين الظالم والمظلوم فإنك تنصر الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ومنعنا وحرم علينا هذا، يقول صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أنتم يا أهل الزاوية لابد أن تعملوا بهذا الحديث بمفهومه الشرعي، مفهوم الإسلام وليس بمفهوم الجاهلية. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أو ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم تمنعونه من الظلم، تأخذون على يديه، فعليكم أن تأخذوا على يدي الظالمة. عندكم 10 ولا 20 في كل قبيلة هم سبب الفتنة وسبب المشاكل كلها، قطاع طرق، محاربون، يعني يرهبون الناس، يأخذون أموالهم، يعتدون عليهم. هؤلاء لابد من أخذهم إلى العدالة، لابد من اتفاقكم جميعا إذا كنتم مسلمين أن تتفقوا على القصاص منهم وإقامة الحدود عليهم، حدود الله عز وجل التي أمر بها. فإذا فعلتم ذلك أمنتم وعشتكم جميعا مطمئنين. الله تبارك وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم، أسأل الله أن يحفظك فضيلة الشيخ المفتي الصادق الغرياني، وأتمنى أن تكون رسالتك قد وصلت إلى أهالي مدينة الزاوية. كنت معنا عبر الهاتف فضيلة المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني.